فالدكتور سمير اسمح لي وأرجو ما نكونش بنثقل على حضرتك، اسمح لي أسألك عن زيارة السيد الرئيس اليوم لجيبوتي والتي وصفت بأنها تاريخية، وهي أول زيارة للرئيس مصري لهذه الدولة الأصغر إفريقيا وربما كثيرة الأهمية لوجود عدد كبير من القواعد العسكرية أمريكية وصينية ويابانية وفرنسية وسعودية وهندية تحت التأسيس ألمانية وكمان وجودها الجغرافي بقى وأهميتها، يعني أهمية هذه الزيارة في رأي دكتور سمير غطاس إيه؟ يعني هي زيارة بالفعل تاريخية، لأنه لم يقم أي رئيس مصري سابق بزيارة جيبوتي. كانت هناك ربما علاقات في السابق جيدة بهذه الدولة، لكن لم يحصل في التاريخ المصري المعاصر أن زار رئيس مصري يعني هذه الدولة. مصر يعني الإطار الأوسع هو استعادة مصر لدورها في أفريقيا ولوجودها في أفريقيا. مصر كانت الدولة الرائدة والدولة الأكثر حضورا وعلاقاتا بدول أفريقيا، وهي الدائرة القريبة منا وعمقنا وامتدادنا إلى آخره. تراجعت يعني مكانة مصر وحضورها في سنوات عديدة لأسباب كثيرة. الآن تستعيد مصر حضورها في أكثر الدول الأفريقية، وجودها، علاقاتها الثنائية المحترمة، التعاون المشترك، التنمية المشتركة مع يعني كثير من الدول الأفريقية ومنها جيبوتي. جيبوتي تكتسب أهمية خاصة لأنها أحد دول جوار أثيوبيا، وأثيوبيا كما نعرف ما تزال مصرة يعني خلال الشهر القادم السلطات السورية ما تزال الأثيوبية ما تزال تعلن أنها مصرة على بدء الملء في موجة الفيضانات القادمة في النيل الأزرق، وأنها بذلك يعني تنسف كل المساعي التي تبذلها مصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق حول المدء وحول التشغيل وحول التحكيم. هذا أمر يعني لا يضر بأثيوبيا ولا يمنعها من بناء سدها والاستفادة من نهر النيل، لكن بالتوافق بحيث لا يتم ذلك على حساب دول المصب، لأنه هذا النيل ليس حكرا على أحد، هذا نهر دولي والنهر الدولي ينطبق عليها قوانين الدولية المعروفة. وبالتالي وجود أو الزيارة التي قام بها الرئيس لدولة مجاورة لأثيوبيا وفي نفس الوقت المناورات العسكرية، مناورات حماية النيل أو حماية نهر النيل التي تجري، وهي المناورات العسكرية الثالثة التي تجري في مع السودان مع القوات السودانية. الأولى كانت نسور النيل والثانية نسور النيل 2 والآن حماة النيل. كل هذه تجري في إطار الإشارة إلى أثيوبيا القوية، إلى أنه نحن لا نرفض أن تستفيد أثيوبيا من مصادرها المائية وتنمي دولتها وشعوبها، ولكن ليس على حساب الأضرار بالدول الأخرى وخاصة دولتي المصب السودان ومصر. طيب لكن يا فندم، يعني هل ممكن أن نسمي هذا الحادث من علاقات طيبة حادثة الآن بين مصر وبين كل دول جوار إثيوبيا بحصار سياسي أو أوراق ضغط؟ وما هي توقعات حضرتك للأيام القادمة؟ لم تبقى إلا أيام على بدء الملء الكبير من مراحل الملء الثاني. يعني مصر كان لها موقف واضح تماما، أعلن هذا الموقف على لسان الرئيس بأنه لن نسمح بالمس بقطرة مياه من حصتنا المقررة ب 55.5 مليار متر مكعب، لأنه النيل هو حياة المصريين، والإضرار بالنيل أو الانتقاص من هذه الحصة يضر الشعب المصري ويضر التنمية ويضر الشعب المصري. يعني الشعب المصري سوف يكون هو الخاسر الأكبر من الإضرار بحصته من المياه، وهذه المياه ليست ملكا لدولة، ومصر تستخدم هذه المياه استخدامات سلمية من أجل التنمية ولا تستخدمها في الاعتداء على أي طرف إلى آخره. مصر كانت حاسمة في موقفها وقالت أنها لا تسمح، وهي تدعو بالطرق السلمية المشروعة إلى التوجه نحو اتفاق مبرم ما بين الأطراف الثلاثة حول الملء وحول التشغيل وحول التحكيم. هذا الأمر يعني ثابت في كل التصريحات المصرية. ربما تتجه مصر في الأيام القادمة قبل أن تتخذ
قرارات أخرى إلى مجلس الأمن للاحتكام إليه، لأنه أثيوبيا ما تزال ترفض رفضا كاملا إلا المفاوضات في إطار الإفريقي، وتصر في نفس الوقت على المل، يعني لديها سياسة يعني أشبه بالسياسة الإسرائيلية، أنا مستعد أن نفاوض معك لكن أفعل ما أفعله دون أن أسمح لك على الإطلاق بالتدخل. لأن المسألة يعني تدخل وإضرار عمد قصدي بالشعب المصري بمقدراته الزراعية والمائية والصناعية إلى آخره. أعتقد أنه تتويج ما التحرك السياسي المصري الذي تقوم به الآن، أعتقد أنه برفع المسألة أمام مجلس الأمن قبل أن تتخذ مصر ما يتوجب عليها من إجراءات لحماية شعبها ولحماية مياهها ولحماية يعني مواردها المائية الحيوية والضرورية والتي لا غنى عنها. اليوم جرى في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي والرئيس عمر جيلة حديث عن زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المصرية في جيبوتي وفتح السوق الجيبوتية أمام البضائع المصرية. بتشوف حضرتك إيه الأفاق الاقتصادية لهذا التعاون وهذه الشراكة المصرية الجيبوتية؟ يعني التعاون اليوم كان اقتصادي وأمني وعسكري. بالضبط. أنا أود أن أشير، معرفش إذا أنتوا أشرتوا للمسألة دي ولا، قبل أيام كان هناك وفود مصرية في تنزانيا، تنزانيا تقيم سدا، العطاءات رصد بمليار ونص على شركات مصرية، شركتين كبرى من كبرى الشركات المصرية لبناء السد في تنزانيا. مصر عرضت على أثيوبيا أيضا أن تكون شريكة حتى في بناء هذا السد، أن تكون هناك شراكة اقتصادية لتنمية أثيوبيا. مصر لا تريد لهذه الدول أن يعني تتوقف عن تنمية شعوبها وأراضيها واقتصادها. هناك عرض سخي من مصر بالمشاركة حتى في بناء هذا السد وفي التنمية الشاملة، وتضع خبرات مصر الكاملة الاقتصادية وغير الاقتصادية مع هذه الشعوب الإفريقية حتى ننمي شعوب القارة كلها. أفريقيا هي كنز العالم، يعني هناك صراع عالمي الآن بين الصين والولايات المتحدة ودول عديدة غربية حول هذا الكنز البكر الذي لم يستثمر حتى النهاية. هذا الكنز أولى بأبنائه أن يعني يستفيدوا من ثرواته وينموا هذا الثروات، ولذلك مصر تعطي الآن نموذجا في العلاقات مع جيبوتي. نحن لا نريد أن نقيم قاعدة فقط في كما أقامت عديد من الدول من الصين، وأنت أشرت عشرات الدول لجيبوتي التي تقع على مدخل باب المندب في موقع استراتيجي ربما فريد. مصر لا تريد فقط علاقات أمنية عسكرية، ولكن تريد أيضا علاقات اقتصادية وثقافية وتعليمية وسياسية واسعة مع هذه الدول ومع الشعوب الأفريقية حتى يحصل نمو وتبادل في المصلحة المشتركة. عندما تكون هناك استثمارات في أفريقيا يستفيد الاقتصاد المصري، وبالعكس أيضا يستفيد الاقتصاد الجيبوتي. نحن لسنا مستعمرين جدد، نحن مساعدين على التنمية والتطور، وهذه المعركة أو هذا التوجه يؤدي لمصلحة الجميع، ليس معركة صفرية فيها واحد يستفيد واحد ينهزم. هذه معركة فيها الكل يستفيد، مصر تستفيد وجيبوتي تستفيد وأفريقيا نفسها. نقدم نموذجا آخر من النماذج بعد تنزانيا بعد الكونغو، عدة دول أفريقية عديدة لنا علاقات طيبة بها، ونقدم نموذج حول تنمية مشتركة وليس استغلالا من طرف واحد لبلد ضد بلد. أخيرا دكتور سمير، خليني أسأل حضرتك على التعاون المشترك اللي تم الاتفاق عليه في مكافحة الإرهاب بين مصر وجيبوتي. يعني إيه روافد هذا التعاون، وإيه اللي ممكن يقدمه لجيبوتي من خبرات مصرية في هذا الصدد؟ يعني ربما كنا من أوائل الناس، وحتى على قناتكم المحترمة اللي عملنا مجموعة حلقات حول الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وأشرنا بوضوح في ختام 8 حلقات، يعني كل حلقة كانت تقريبا ساعة، أنه الإرهاب سينتقل في وقت مبكر، يعني الكلام ده قبل سنتين قلنا في وقت مبكر أن الإرهاب سينتقل، مركز الإرهاب سينتقل إلى أفريقيا. ويعني ما الحاصل الآن هو ما تنبأنا به من قبل، وقلنا أنه مركز الإرهاب سينتقل من سوريا والعراق إلى أفريقيا، وسط أفريقيا ودول الصحراء والساحل. نحن نشهد الآن مالي عدة دول أفريقية
تتعرض لإرهاب، حتى استولوا على أقاليم بالكامل، الجماعات الإرهابية التي يعني أعلنت ولائها لداعش، رغم أن داعش يعاني لدينا في المنطقة من يعني الضغوطات التي تمارس عليه، وهو يرجع للخلف في سوريا وفي العراق، لكنه وفي مصر طبعا بالتأكيد، لكنه عاد ليتمدد في أفريقيا. الدول الأفريقية تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى خبرات، مصر لديها خبرات من أفضل الخبرات في المنطقة في مكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه الدول يجب أن يكون لديها حصانة من تمدد الإرهاب في نيجيريا مثلا، فيها البوكو حرام وفي مجموعات كثيرة، أنصار السنة وكل الجماعات الإرهابية الموجودة في أفريقيا الآن يعني تتمدد بتوسع في أفريقيا. أفريقيا كلها في حاجة إلى أن تتوحد في مواجهة هذا الإرهاب وتستفيد من الخبرات المصرية الهائلة في مكافحة الإرهاب. نحن نقدم أيضا نموذجا هاما في العلاقات مع الدول الأفريقية إلى جانب الشراكة في التنمية الشاملة، الأمن والجوانب العسكرية، نقل الخبرات، وأيضا في مكافحة الإرهاب وهو خطر داهم بات يتهدد العديد من دول المنطقة بما فيها طبعا يعني هذه الدول التي نقيم معها علاقات. أشكرك جدا دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.